على اعتبار أن ما يتعلق بالصحفي علي أنوزلة هو ملف موضوع بيد القضاء، وهنا أحيل على البلاغ الصادر عن السيد وكيل العام الملك. لكن جوهر الأساس هو الشريط المنسوب إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يعكس تحريض واضح على العنف وعلى ارتكاب أعمال إرهابية مدانة ومرفوضة من قبل كافة مكونات المجتمع المغربي. ثانيا، هنالك محاولة لإقحام بعد سياسي في هذا الشريط من أجل استهداف النموذج المغربي القائم على الإصلاح في إطار الاستقرار، وهذا الأمر بالنسبة إلينا أيضا مرفوض لأنه يندرج في إطار سياسات استهداف النموذج المغربي وتشويش عليه. المغرب اعتمد منذ سنوات استراتيجية حازمة لمواجهة كافة التهديدات الإرهابية، وأكسب ذلك بلادنا يقظة في مواجهة هذه التهديدات. الحكومة اليوم تدرست هذا الأمر بناء على تقرير قدم من قبل السيد وزير العدل والحريات، وجددت بالمناسبة تعبئتها وانخراطها بكافة مكوناتها في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن واستقرار بلادنا، كما يستهدف سلامة المواطنين المغاربة وكذا المس بممتلكاتهم.